إذا متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. حاليا كنتواجدوا بحي بن كيران، يعني في السوق ديال حي بن كيران. هذا الشاب هذا اللي كتشوفوه أمام الكاميرا تعرض لواحد عملية الاعتداء من طرف واحد الصديق ديالو والجار ديالو في المهنة. هذا الشاب هذا كيمارس مهنة التجارة هو الأم ديالو في هاد البلاصة هادي، عنده مع الطابلة هادي والجار ديالو مليين عنده ديك الطابلة هاديك. المشكل الجار ديالو جا عنده قال له تخدم معايا باش يبيع معاه المخدرات. صدق هو رفض، ملي رفض قال له غادي نعمل لك وغادي نفعل لك وهددته. مر الرفض بنص، يعني بنص ساعة كيتفاجأ انه جا لعين المكان، ركب في تاكسي، تاكسي ماشي ديال طنجة، تاكسي ديال تطوان. جا وجبد عليه شفرة وضربه ثلاثة ديال الضربات خايبين، ضربة نطهر فيها شحال من غرزة في طهرك؟ في طهرو عنده 14 غرزة، عنده 14 غرزة في طهرو، في الجنب ديالو جهة الكلاوي عاود عنده 12 غرزة، والضربة فيها 8 ديال الغرزات في يدو. وباقي لحد الآن هاد السيد هذا يعني باقي كيدور وباقي كيهدوا لحد الآن. متابعي قناة شوف تيفي خليكم معنا نسمعوا معند المعني بالأمر. السلام عليكم قناة شوف تيفي، أنا كنطالب غير بحقي. هاد الإنسان هذا قال لي معاك كيما عاود لكم السيد نهار الحد باللي عيط لي قال لي أجي يا فلان، قلت له أنا عيط لي قال لي أجي نهضر معاك. هضر قلت كنهضر مع رافي ناس الطبلة ديالو بلاص، بقيت كنهضر معاه قال لي تخدم معايا وفاش وفاش وفاش، انا ما بغيتش. قلت له يعني فهمتي الغبره؟ قلت له انا ما عمرني خدمت في هذا الشيء وما عندي سوابق عمرني خدمت في هذا الشيء هذا وما كنعرفش هذا الشيء هذا، انا والدي رباوني على الحال على هذا الشيء اللي كنعرف. قلت له ما علينا، قال لي سير على عروبك بحال هكذا، قال لي صافي سير على عروبك دار فاسك بحال هكا، المهم بحال ديك الهضره هكا. قلت له انا كتهضر اخاي بلا هكذا؟ قال لي ياه، قال لي وانا قال لي رجع لك وغادي نوريك. مشى فعلا ما كملش نص ساعه ورجع لعندي لهنايا، والوالدين كبرين كرا في ناس في الطونوبير ديالهم هو باركيا في ناس، انا ما شفتوش في الطونوبير جالس فهمتيني، وثلاث دوك ثلاثه ديال الناس هو مخبع في ديك الطونوبير. حتى كنكون دايز من هنايا كيخرج لي من هنايا، خرج لي عود عليا ثلاثه ضربات صافي طيح غيبت، وليت صافي مشيت درت العمليات جوج العمليات، عمليه على جنبي عمليه على ظهري، وهادي خيطوها لي. دازت الايام بقى كيسرد لي الناس يجيو يرغبوا، جاو الناس يرغبوا ما بغيتش نترغب لهم ماشي بزاف. هاد اليوم هاش 3 ايام فوقاش نهار السبت، نهار السبت تلقاني حدا الداخله هادي من هنايا الداخله ديال تطار، تلقاني تما بواحد سنتر وين تكحله، تلقاني وقفني هو وجوج دراري قال لي شنو واش ما ديرش معايا الحال وكذا. قلت له ان شاء الله يكون خير بحال هكا، قلت له ان شاء الله يكون خير، هذه الهضره في موت، قلت له ان شاء الله يكون خير. قال لي والله سيدك غادي نحيدها لك ونخليك تمشي في الكروس. قال لي والله ما درت لي حتى الناس، قال لي والله ما زدت مورايا حتى شي حاجه، وقال لي راه مازال نعطي عليك فلوسي كامل. وفعلا داك الشيء راه هو اللي كاين اخاي العزيز، وكان طالب غير بحقي وعاش الملك وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم سي جيبي. اسيدي انايا كنطالب غير بالحق ديال ولدي، حق ولدي كنطالب به. انا الشكاية الدائرة سبعة ما عملوا والو، جاو نوبة وحدة مشاو بحالهم، قال لك اسيدي الدوسي ديالك صافي، الدوسي ديالك راه حنا قدمناه اسيدي. انايا درت شكاية والو ما بان لي حتى شي حاجة حتى تحرك ما كاين. جاو البوليس داو الكاميرا، داو الكاميرا هرب لي بالراجل، والماتريكون ديال الطاكسي راه يكونوا داوه، ولدي كي كان ضرب طايح راه كلشي راه عند البوليس. هادشي كامل ما داروا حتى شي حاجه حتى شي حركه. عاودنا التفاصيل كيفاش وقع ديك النهار هذا. انا شارجينا السلعه ديالنا درناها، انا عندي جوج طوموبيلات، عندي هوندا وعندي طوموبيل ديال عائليه، شارجينا السلعه في الطوموبيل داها العائل الصغير،
حتى العيل الصغير، بقيت انا والراجل ديالي شارجينا السلعه مشينا رافينا وقفنا الطوموبيل، ولدي بلي ما كيقدش يكمي قدامنا، عيطنا له قلنا له اجي يلا نمشي، وقال لك انا جاي انا جاي، خصو يلوح داك الكارو اللي في يدي هادي يجي عندي. انا شديت انا بحال اللي هرتني الكبده ديالي، بحال اللي هرتني الكبده ديالي، حلي الطوموبيل انا كنشم الريحه غير الكليمونجي، ما شفت لا شفره لا حتى شي حاجه. عيط للراجل ديالي قلت له محمد محمد بلا ضرب لي صلاح الدين بكليمونجي، سمح راجلي في الطوموبيل. لقينا الولد طايح، حنا عند بالنا غير بالكليمونجي حيت العيل لابس الكحل، ما بان لي لا دم لا حتى شي حاجه ديك الساعه. شنقت على بلال في الطاكسي كنقول له ياك الشمكه ضربتي لي يا ولدي بكليمونجي، كيقول لي ياك يا نجاه جا راجلي زولوا لي من يدي حيت الطاكسي كلشي سكران بهم ثلاثه كلشي سكران. قال لي راجلي غير خي غير خي انا غنتكلف به. الساعه اللي شافوا الجوقات جوقت داك مول الطاكسي كيقول له ياك بلال ياك بلال بغيتي تدبر عليا، ياك بلال بغيتي تدبر عليا. الناس دايرين بالطاكسي، داك مول الطاكسي كيكسيري غير عباد الله غير عباد الله عباد الله واقفين، هو تيتيس فيهم تيس فيهم. راجلي 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 بقاو رجلي على برا، هربوا به حتى المحطه العشرين، وانا نعيط لصاحبه قلت ليه شوف صاحب هذا اللي اللي ضرب لي ولدي، قلت له شوف عيط لفلان قول له فين دار الراجل ديالي، راه هاد الليله راني غنموت راني هاد الليله غنموت. قال له قول لها راجلها حنا حطيناه لها في المحطه العشرين واحد الساعه، هو جا راجلي جا راجلي قال لي ياك لاباس، لقاني كنغوت الناس حيدوا لي الشان من راسي، عقدوه للولد داكشي خرج له من جنبه عقدوه للولد. انا كنغوت كيقول لي راجلي ياك لاباس، نقول له الولد راه مقتول وحنا ما شفنا والو، رخينا رخينا الشماته مشى صافي. عيطوا الناس للاسعاف، مشيت للطبيب. هادشي باش تفاجات، هادشي باش تفاجات، كنقتل لي ولدي. انا في حقي في حجر الله وحجرك الحموشي الحموشي يا جلاله الملك يا جلاله الملك اسي الحموشي، حقي في حجر الله وحجرك، حقي في حجر الله وحجرك. راه صلاح الدين راه غصبني فيه، راه الا كح ما كيقدش يكح، الا جاي يوقف ما خصني تنشبر فيه. راه ولدي حالته، راه ولدي حالته في واحد الحاله لورت عليا حالته، ولدي حالته حالته. والسلام عليكم. اذا متابعي قناه شفت فيكم، سمعتوا معنا المشكل اللي وقع لهذا الشاب هذا، وهذا السيد هذا اللي ضربوا راه مازال كيدور، وعلى حسب ما قالت الام ديالو كل نهار كيجيب الطوموبيل، يعني كيجي غير الطوموبيلات ديال الكره، كل نهار كيجيب الطوموبيل في شكل. فنتمنوا من السلطات يعني تلقي القبض عليه في اقرب وقت، حيت راه باقي كيهددوا وقال له راه الا ما تنزلتيش غادي نقطع لك يدك. فلا حول ولا قوه الا بالله، نتمنى الله يكون خير. متابعي قناه شوف تيفي حاليا وصلنا لنهايه البث المباشر، نتلقاو بعد قليل في بث مباشر اخر.